متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، وبنرصد لكم النهاردة حالة الضغط والحركة البحرية في مدينة الغردقة. الحقيقة طبعا زي ما انتم شايفين الطقس قدامكم عامل ايه، سماء صافية وشمس ساطعة ورواج سياحي كبير جدا في الرحلات البحرية في مدينة الغردقة. ما شاء الله اسطول من الانشاد السياحية بيعدي من يعني بيبحر من المارينا المختلفة الى الجزر البحرية والى مواقع الغوص المختلفة في مدينة الغردقة. الحقيقة طبعا يمكن تشوفوا بالصورة اعداد الانشاد السياحية الموجودة دلوقتي على يعني شواطئ مدينة الغردقة واللي متجهة الى الجزر البحرية، والشمس الساطعة والمنظر الخلاب اللي انتم شايفينه قدامكم دلوقتي، والسماء صافية في مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام. الحقيقة طبعا ان الطقس بيشهد طقس خريفي ممتع جدا على شواطئ الغردقة، واللي بتشهد في تلك الأيام إقبال أعداد كبيرة جدا من السياح من جنسيات مختلفة، ربما تكون في المقدمة السياحة الروسية والتي تصل يوميا من 25 إلى 28 أو 30 رحلة من المطارات الروسية المختلفة إلى مدينة الغردقة. الحقيقة طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم الطقس في البحر الأحمر أو في الغردقة الشمس ساطعة وعاملة منظر جميل جدا قدامكم، عدد كبير جدا من الأنشاد السياحية بيبحر يوميا من المارينا المختلفة إلى الجزر البحرية المختلفة وكذلك إلى المواقع الغوص. وزي ما ذكرنا هناك رواج سياحي كبير بتشهده الرحلات السياحية الدولية المختلفة القادمة لمطاري الغردقة ومرسى علم. مطار الغردقة الدولي بيستقبل تقريبا يوميا من بين يعني تصل عدد الرحلات اليومية التي تصل إلى مطار الغردقة الدولي إلى 100 رحلة ربما أو أكثر من ذلك. في مطار مرسى علم الدولي بيستقبل يعني هذا الأسبوع مطار مرسى علم بيستقبل 81 رحلة من 11 دولة روسية، اليوم هيستقبل 15 رحلة، وأمس السبت استقبل 28 رحلة من عدة دول مختلفة ما بينها دول من ما بينها يعني من سياح من ألمانيا وأوكرانيا، و30 رحلة أوكرانية تصل إلى مطار مرسى علم في هذا الأسبوع، وكذلك رحلات من إيطاليا ورحلات من ألمانيا وبيلاروسيا وعدد كبير جدا من الرحلات المختلفة. طبعا ارجع ويعني واكلمكم عن حاله الطقس في الغردقه. زي ما انتم شايفين حاله الطقس في البحر الاحمر مستقره جدا، هناك طقس خريفي ممتع على شاطئ البحر، هناك رواج سياحي كبير في الرحلات البحريه في الساعات الاولى من صباح اليوم، السماء صافيه كما تشاهدون في الصوره، كذلك عدد كبير من السياح يتوجه صباحا الى مواقع الغوص لممارسة رياضة الغوص وسنوركلينج في البحر الأحمر لممارسة يعني مشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية المختلفة في البحر الأحمر. الحقيقة طبعا ان الاسبوع الماضي شهد طقس البحر الاحمر يعني حالة من عدم الاستقرار بعد سقوط امطار غزيرة على مدن جنوب محافظة البحر الاحمر منها حلب وشلاتين ومدينة مرسى علم، ربما تكون وصلت الى حد السيول في بعض الاماكن المختلفة والتي استقبلها اهالي حلب وشلاتين بحالة من الفرحة والفرج الذي يعني ينتظرونه من كل فصل شتاء لتغيير حالة المراعي عندهم وانتشارها لمراعي الإبل والأغنام عندهم، إلا أن حالة الطقس كما تشاهدون في صورة عادت مرة أخرى إلى الاستقرار، وكذلك حالة البحر الأحمر كانت أمس في هناك ارتفاع، أول أمس هناك في ارتفاع في
حالة من الهدوء يشهدها البحر الأحمر، وكما تشاهدون في الصورة أعداد كبيرة جدا من الإنشاءات السياحية تبحر يوميا إلى الجزر البحرية المختلفة. مطار الغردقة الدولي، مطار مرسى علم الدولي، سيستقبل اليوم 15 رحلة طيران مختلفة ضمن 81 رحلة طيران تصل خلال أسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة. الحقيقة طبعا أن مطار الغردقة الدولي بيستقبل أسبوعيا ما بين 70 إلى 85 رحلة، ربما تكون كشفت جداول الرحلات الأسبوعية. هذا الأسبوع مطار مرسى علم الدولي سيستقبل 78 رحلة دولية، يعني 78 رحلة أوروبية، بمنهم 3 رحلات داخلية. من بين تلك الرحلات 6 رحلات من إيطاليا، و17 رحلة من ألمانيا، و8 رحلات من التشيك، و12 رحلة من بولندا، و25 رحلة من أوكرانيا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من دولة المجر، ورحلتين من بيلاروسيا، ورحلة من فرنسا، وأخرى من ليتوانيا، ورحلتين من مالدوفا. ومطار الغردقة الدولي يستقبل يوميا ما بين 80 إلى 100 رحلة إلى يعني من عدة دول مختلفة. ربما تكون الرحلات الروسية تصل إلى أكثر من 25 رحلة، خاصة يوم السبت والخميس. نعود مرة أخرى ويعني نذكركم بحالة الطقس. كما تشاهدون في الصورة، حالة الطقس في البحر الأحمر مستقرة جدا، السماء صافية، وهناك رواج سياحي كبير جدا في الرحلات البحرية المختلفة. كما تشاهدون أيضا في الصورة، عدد كبير من الإنشاءات السياحية متجه إلى الجزر البحرية ومواقع الغوص المختلفة. هناك يعني هدوء في حالة البحر الأحمر، عدم ارتفاع للأمواج، وكذلك هدوء في سرعة الرياح. متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنت معكم أنا عماد عرفة، مدير مكتب جريدة اليوم السابع في محافظة البحر الأحمر، ورصدنا لكم حالة الطقس في مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام. شكرا لكم جميعا.